ما بشيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. الصبح الصبح بكرة صباح الخير اومو. انت رؤوف رأفت رمان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصلحة عبد النعيم؟ ايوه يا فندم. خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده. كل سنة وانت طيب. السنة وانت بتشتغل في محل ورد؟ دليفري يعني. وتروح وتيجي المعلم يضربك وتاخد بقشيش. يا ريت تشوفني بحاجة. شوفك بحاجات كتير يا رب. هات بس ثانية واحدة. يا رب. ثانية واحدة. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير المزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يال؟ يعني شويه حركات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقول لك يا منور، ليه طلب يعني؟ بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هتيب نفسي كمان. افهمك بعدين. معلش معلش. يا بابا بقى باي باي عشان المايه هتسقع. بابا منو باي باي. شوف 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 قلبي الملجوم بيقول يا صباح الفل. شوف شوف. انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفرق بكام؟ لا بقولك ايه، هاتي بيض يا مديحة. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصوب بعد الشاي ده حاجة تقرف. ايوه هاتي اللطيف ده. رخصة. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوي دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده وجوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم. حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربيه قديمه. شد يا فندم. شك قوي. اصل حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر ومدير مكتب الحكمبار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يلا ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. مفيش حاجه، انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق بس. اما كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا ربنا ما اعرفهم، ربنا ما اعرف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه اللي تشتريها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها؟ صدق انك قليل ادب فعلا. فيها يا منار؟ جرايه يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا عمو. ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي ترمي بلاء عليك؟ دي طبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش صعب يا مروان، انت بتنفخني ليه؟ اتخاني لو راجل اتخاني. بس اهدى. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبه.
احتاجت اعزائي المستهلكين، احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. بصرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله ويت شوفني يعني. جدك رمان عزمني. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا موان، حكايتي ان الزبون ده من على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه يا موان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه. قامت الكاشيه واحد فين؟ ايه ده فعلت الباشا؟ حضر الضابط. تمام يا فندم. هات يا ابن الجهاز. قوم بصدق. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه قوم بالعربيه. ده انا. ايوه انا ما بعملش. انت فاهم يا فندم؟ ما قلتش حاجه. قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلو الكوبيس اخواتنا. انا هاري سود ومنيل. شكرا يا ماما. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط، احنا مش ناقصين. يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نايل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا موان؟ ما انا عارف انها زرقاء وما فيهاش حاجه تقيل. بس انا بص افهمني بس، انا بفكر قدام. مش ممكن منار دي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، يا دي تيتا واثنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. سلام يا بنات منار. ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصوا قصوا. لحظه معلش معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخل على العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل حسن يا رؤوف. بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني؟ لان انا وربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسمي رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف. بجيبها من وقت مصدقتي هتلعب شوية. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بي. لا طمن يا رمان، انا قرص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. هو انا طلقتها من شوية، هو كمان اخد مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخذ إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك
وكفايه ان حضرتك قبطتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البنت المناره دي زي القمر ومؤدبه، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه، حبيبه امان، حبيبه امان. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل، هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاق لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امال ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بقى بيه. لا يا ابني انا هعطل. والنبي والنبي يا عم رسول الله يخليك، هو طيارك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طيارة لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان، هيدا بيك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده، سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني، مول انا جاي على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقيقة كله وقار ورجولة كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا، ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل؟ هيعمل ايه ده؟ بيكتب اسمه بين يا جعيل. فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمي رمي نبقى واقف يا اكل اسمع كنا انا يا ايه انت بتسقف؟ ما تشوف حالك جدك هيعلق البنت مني واحد عينين كده بقى صلاه على الترابيزه. هو انا داخل بان تيتا قوهته في صنف الحليب، استقطع ليه بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. اوف عمان الدلع عمان، وانت حوجيكوا يا عمان، تعالى حوجيكوا يا عمان. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي، انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره. اهو رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان، يلا يا امان، ده انت خابطها خابطها. يلا يا امان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى؟ اسمعوا
اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجدع ده؟ في ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال يا ساتر، ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله. امال سفله. صاحب وكان عشان مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. انا عارف يا امال. قصدك ايه يا ولد؟ انت عارف وانا عارف يا امال. اسمع يا رؤوف، انا عاوزك تروح تقابل منار بكره وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكره بكره؟ ليه الاستعجاله دي؟ يا اخي سيبني اكل وانا مبسوط. الف هنا وشف، الف هنا وشف. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا الف هنا وشف. لا ايه؟ خلاص قص قوي. كفايه كده. مش هقدر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى لزوم وين عجل؟ خلاص اللي تشوفه. امال لا، لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله امال؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا امان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف، جميلة، عشة، استمتع بيها وما تخافش من أي حاجة أبدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش قادر. قال لي انا عايز اكل سمين، خدته ضربنا سمين عند الضهر شويه، وقال لي نفسي في رز بلبن، خدته ضربنا رز بلبن شويه، وقال لي عايز اكل فلوكه في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي، وقف على الفلوكه واخد انبساط، وفجاه هوب هوب. ايه؟ مات. مات يعني هوب ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك. هوب ايه؟ شد على الله يا سمين، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة أوي، مش درجة سلمان بقى. معلش معلش. أبدا يا سيدي. قال لي عايز أكل سمين، خدته عند واحد ضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز أكل رز بلبن، وديته كان رز بلبن. وبعد كده قال لي عايز أكل فلوكة في النيل، أتاريه كان بيودع مصر وأنا مش واخد بالي. خش يا سلمان، خش يا سلمان بقى. أهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ أعمل إيه دلوقتي؟ يعني أعمل أنفد نفسي من الشغل. مؤاخذة مولانا سوء، معلش أنا آسف، أنا آسف. يا جماعة المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونة هدية. نجوى نجوى، عودي مكان، عودي مكان، دقيقة واحدة بس. شكة قوي منو، انا عايزك تاخديلي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تأكدي ان دي ابطأ حاجة هتسعده في توبته. قلت ايه يا منو؟ ماشي سوري، مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي. انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني
هات شاي علي. يلا موان. تعالى مهلا. جميلة. يلا موان. يا اهلا وسهلا يا شواد. نورت الورشة غالية. ما تلاقوش ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل أكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، أنت في إيه؟ الله، هو كل واحد عنده حتة حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها. مش هتشيل؟ مش هنشيل. عادي بقى وختام اتنادي يا إبراهيم. انت بتعمل انت معايا اسود يا اسود. ما تكبرش. هنطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجه دي، فهمت كمان؟ لعلمك مش حلو اللي بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه ثانيه، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا. شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا. اه مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا. لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجة، عشان أنا بكلم الأستاذ، أنت إيه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة، إيه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما أنت تتكلم وأنا واقف يبقى أنا لازمتي إيه؟ الراجل بيسأل، إيه دخلك؟ إحنا فين من كده ولا إيه؟ آه في كده كمان. وكده كمان. ليه العنف ده يا أستاذ؟ أنتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر. مين اسمها إيه؟ منار، منار، جايين لمنار. منار مين يا؟ أنت ما فيش العالم كلها إلا منار أختك يا إيما. شرفي. يا نهار أسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنع؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخبط يا هو. الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت مسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا اخلص يا ما بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت وديت معايا في الكلام. وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي. لا سينما. لا بحبك. لا انا دم حمي شطة مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه يحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مات. مش جدي مات وانت حضرت عزا؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزايا يا استاذ ابراهيم. يا بيبو خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين مع انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان. بس يا موان اما رجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يا يلا في معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ انا فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه. مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيه مناشوه. بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. ده انت ظبط وسط ام امار. زغلط يا بنت. عايز نار على كلام مستقبلك ده. زغلط على الشهر. ربنا يوفقك يا حبيبي. يا نصر حبيبي.
انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال، شوف الشقه اللي فوق. يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك، احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح، انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي، سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جات شيء الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صاي. ايوه كده، لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك، فرضاني كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمس في وشي، احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات، قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا موزه وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم، اوعى يا ابراهيم لو سمحت، لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقامت. انت مش مصدقني؟ اه انا مصدقك يا ابراهيم، انا بطمن على العقد اللي هيكون ضاع. المهم بقى يا معلم، الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا؟ اقمر اقفل دي بس. صباح! يا صباح! صح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه، في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدد. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوم مشويين، سيجارتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قوم يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعخدش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه يا حبيبي؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع ميت يا جدع. بيتك فين؟ عند استاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه، هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو جيسه بقى بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيي. ايه؟ مش مشكله، خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حول ولا قوه الا بالله، ربنا لولا انها اموات ولا كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا ميادة، خش، خد راحتك على الاخر. بس دي ايه ده؟ ايه ده؟ مسا مسا رؤوف. مسا نو يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا رهيب، انت عايز؟ خد البيرة دي ساقعة، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بتقول ايه؟ مسا مسا وبعيد. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هان، خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. هات تسقع لك البيه، هات تسقع لك البيه. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقول ايه؟ لا بقول مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا يا مدام.
اسبوعين على الفرح. صح يا منال، نفسي نتجوز. انت بتلبس البدله دي يا بابا؟ افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي، بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك موافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجود النهارده. طيب وركبي اهو هخطب. وحشتيني يا زبيده. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانيه كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيده. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها يا بابا. هتخانق انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه، بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه؟ ده عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا ام عاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بيت هات يا بيت. فينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بيت وقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن مكتب الله. امسك دماغك ده هي وحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا روح؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالد. ليه مالك يا وائل؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده يا عالم. يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترسي اقعدي حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش واكله. عندك بنت حره ياكل على نفسه يتعدس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه؟ عندنا معاد يا بابا. بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقوقنا. خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة الماس تمنها 10,600 جنيه. هتاكل منك حتة. الله، منين كده يا واد؟ ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحارس الله. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافة. بابا يا ماما. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي. الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا لا لا، اوعى تخبط، دول اهل الطالع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا. ام فانكي انزل يا فانكي، خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ ما الشارع واسع.
هتلاقي امك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا انا هوريك. انت نازل ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جماعه. بابا مش عاجباك العربيه بابا ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان الجاكيته ما تكرمشش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اترزح يا شوف انت بتدي لك علي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تيمور 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 لا كان معاه واحد قصير بس تعرف راح فين. المصاري اتفضل يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا مسافره بره مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش بره. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ اه عامله ايه معاكي لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 بعيد عن البيت. هي عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا لو قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله ايه؟ انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزه حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفالة الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. احرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه
ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. نور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بدل اشتب من العين يا عم. احنا طبق فون، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعة احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ انا ولا تيمور ولا كلمة. استهانم، عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك، هريانة تليفونات ليل ونهار، ابقي اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمناش في حياتك. ولا كلمة قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي. انا مالك جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح؟ شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا قاعد علينا في المنطقة كلها. ايه خير يا باشندي، ايه الأخبار؟ لا يجوز يا هان. أنا قلت والله إنه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا أنا مالي ومال، أنا أتجوز بنتها. بابا إحنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه أنا ومرحوم أمك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. أنا لما كنت عاوز أبسط أمك وأفرفشها وأدلعها كنت أعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني، داخل على جواز محتاج ترم عمر. اللحمة حلوة قوي بابا، مش بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه. ايه ربنا يخليك يا بابا، بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه، انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلنا عشان انت اللي هتدفع. يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقولك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي تاكل حته. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحوا فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت مكلف. بتكسفني يا طب دي اكرم من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا، ده لحمه خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بستعملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية الكلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل دي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ما تفكرش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بقيت انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره، وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحياه اماني وسمر وناني، وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرام. يا بنتي ده امالنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه
وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلو ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. جدا. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. حاضر. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشة عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل. يلا بقى وما تنهش. انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا تنت من وين العينة؟ حياتي النبي ترمطوبة. يا تنت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبة. اعتبروه مربوط. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارم؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر؟ هو ايه يا تنت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا تنت. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول اتهدوا.
هم يا هانم الطالع كشفهم طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريبي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عودة يا ماظر بابا انا اسف يا بابا ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من ايه اخرتها انا والت سرقونا اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها وانت وربنا اوريك يا ابو تلات سنين اشيلهم لك يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا عشان خاطري امشي دلوقتي يا بابا انا اسف يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا وربنا نستناك تحت بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقه معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل يا ابو بقي فاضي هطلب البوليس يا خالتي وانا ناقصك يا حمدي ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب اوعى ايدك سيب البدله سنين سنين مين يا معفن بس اوعى يلا سيبني اضربها بره اضربني يا عندك ده يلا بابا عندك يلا راجل انت مالك خدك لك واسرع يلا يا معفن يلا عليك كده بدي نفسك جايين على ابره كده خرج ولن يعود بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك الله 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 اعمل ايه اعمل ايه هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه اكيد باشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس قصدك تقول باشاندي هو اللي سرق العقد اقطع دراعي باللي ده اما كان باشاندي ده هو اللي عملها استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشاندي صدق هو باشاندي انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام انا رقبتي سداده شوف رقبه هوده معاك يا معلم يا رب طب اقول لك الساعه كام دلوقتي الساعه 7 يا نهار اسود ميعاد نوال يا بيبي بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشاندي ضروري باشاندي ايه بقى ده وقته انا مصدقنا بقينا لوحدنا يا بنتي انت عايز يفرق بينا ده انا ممكن اولع الدنيا ايه يا اعمى ايه مش فين قطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك يا عم انا عملت لها حاجه انا هستناك لما تعمل لها غور امشي حرام يا تيمور ده ولد صغير الصغير بيكبر يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه ما بتقش حد يلمسك انت بجد بتخاف عليا قوي كده انا مش هجاوبك على السؤال ده انا هخلي الايام هي اللي تثبتك ايه ده يا تيمور الشجره وقعت يا استفندي وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه اثبت ياض بتقول لمين ياض يا ابن التايه بقول لك انت لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها ايه البول حمضان ده استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش بتنتهب علينا ليه في حاجه في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت لسه حافظها امبارح خلي بالك ده ممكن يقطعك اسكت انت مين البت دي ياض ايه واحده كده واحده ايه يا تيمور البنت دي تلزن نفض لنفسك يا نفض ايه في حاجه في هدومي يا نوال هدومك ايه انا مخطوفه ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال يا نهار اسود البنت اتخطفت استنى ادب سيلا انت وقفصين الخضار اللي معاك مين اللي هاكل على قفال اول يلا قلت لك هيقطعها امراه فين راحوا فين في حاجه ياض عايز حاجه ياض عايز الاستفنديه بتاعتي خد تعالى بتعرضها ياض انا مش قلت لك طريها ياض طريها اوعى تفكر تمشي ورانا ليه مش وراك ليه يلا بسله فلالة ايه يا كابتن في حاجه لا يا باشا مفيش حاجه انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس انا قمت بالواجب يا باشا صح خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني حاضر يا باشا مش همشي في الشوارع دي تاني كده تسيبهم ياخدوني انت بتستهبلي ياخدوك ايه ده انت روحي افهمني انا ما اقدرش اتخاني وانت معايا تتبهدلي وكنت شايف الحكومه في المكان انا قلت كده برضو هتعمل ايه مع باشاندي لا باشاندي ده حكايته حكايه في ايه يا تيمور في ايه ما تخلينا نمشي بالشارع ده انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع بصي شكله عاجبك الشارع انا ماشي اصحى سيبتهوفن يا بابا خير انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه يا بابا اعمل ايه انا نايم حرام تنام ازاي وابوك حرامي خلاص يا بابا روح سلم نفسك انت بتهرج كمان طب اعمل ايه يا بابا انزل اقتلهم دلوقتي يا ريت يا ابني تجيب لي حقي ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جايب لك حقك ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي انا مش حرامي يا تيمور انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك تصبح على خير انا مش حرامي يا ابني والله يا بابا عايز انام انا مش حرامي مش حرامي انا عايز انام اموت
تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حاسس بقى يا بابا. لا بيت باشاندي هو دوت. اخلص اخلص. اتفضل يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطفال. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. والله قل لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة ولا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشاندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله ايه. هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقولك طلع تهول فلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده. يا ابني تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر. الاتموسفير حبك كله السحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين. ما معك ساعة؟ معي سمو. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. اعطي. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا باش. ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمس انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ايه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرا سق بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. ما تبغي قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك مدد.
فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع.